كان ايه مقاييس اختيارك للممثلين؟ كان يعني هما كلهم جداد، كانت ايه المقاييس، بتختارهم ازاي؟ ما كنتش بختارهم المسرحية، كنت في الاساس عرفتهم خلاص. يعني انا بحب اروح اتفرج على مسرحيات، اما كنت اشوف حد كويس اخد اسمه وتليفونه واكتب جنبه الدور اللي انا شايفه فيه، يعني ما اعرفش هتعامل معهم في ايه، ما اعرفش يعني انا حد عجبني حد كويس واخد تليفونه وخلاص. اما جيت فكرت في الفكره كلمتهم كلهم وجبتهم وعملت بيهم الاول برنامج وبعدين المسرح. لكن في الاساس كنت شايفهم ومش عارف اعمل بيهم ايه. يمكن معظمهم اشتغل معايا في حاجات، يعني هتلاقي الاجزاء الاولى في راجل وست ستات، هتلاقي كذا حد منهم، هتلاقي خاطر، هتلاقي انور، هتلاقي حمدي المرغاني، في كذا حد منهم اشتغل معايا في راجل وست ستات، وعبد الرحمن وطب وكذا حد. المهم بعديها اما جت الفكره دي فقلت هم دول، يعني شباب جداد وبياخدوا فرصه وعندهم الطاقه اللي كانت عندي لما كنت في سنهم اللي هو مش هيناموا. فكنا الاول بنشتغل بروفات 12 ساعه، ف 12 ساعه خدنا شقق موجوده جنب المسرح، يعني اجرنا شقق والشباب قاعدين فيها، ويوميا يجوا لي 12 ظهر يخلصوا 12 بالليل، بنموت شغل وهم حابين ده جدا. فمن حبهم ده طالع فعلا على المسرح، بالاضافه ان بديهم مساحات، يعني من الاول مش اشرف البطل وهم كل حد بيسند عليا، بالعكس انا في مساحات كنت بطلع فيها 5 دقايق ده انتوا الاساس. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه، واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.